قضايا أفريقية. أهلا بكم مشاهدينا، وكما العادة إليكم موجز لأهم أنباء القارة السمراء. عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة الأمريكية تثير جدلا في العديد من الدول، بين مستبشر بتحسن الأحوال ومتشائم يخشى من سياسة ترامب التي يصفها كثيرون بأنها مليئة بالمفاجآت. يأتي ذلك في ظل التغلغل الروسي في القارة بعد الانسحاب الفرنسي. أعلن المتحدث باسم الجيش التشادي مقتل 15 جنديا على الأقل وإصابة 32 آخرين في اشتباكات بين الجيش ومقاتلي جماعة بوكو حرام الإرهابية، مضيفا أن 96 إرهابيا قتلوا أيضا. أفادت وكالة الأنباء الصومالية بمقتل 8 من العناصر الإرهابية في عملية عسكرية نفذتها قوات جهاز الأمن والمخابرات الوطنية في الصومال في منطقة مسواي بمحافظة شبيل الوسطى. السلطات النيجيرية تعلن مقتل 15 شخصا في هجوم شنته جماعة إرهابية جديدة شمال غرب البلاد، يعتقد أن عناصرها يتحدرون من مالي والنيجر عبروا الحدود إلى نيجيريا. أقال المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو الرئيس الانتقالي السابق للبلاد بول هنري دامبيا من منصبه بالجيش وسط اتهامات بأنه رأس مؤامرة واسعة النطاق ضد السلطة الحالية. تنتظر إفريقيا سياسة خارجية ربما تكون مختلفة بعد فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية، إلا أن الناظر لولاية ترامب الأولى يستطيع أن يحدد شكل العلاقات الأمريكية الإفريقية في المرحلة المقبلة، وخاصة بعد أن شهدت القارة الإفريقية تحولات جيوسياسية وأمنية تمثلت بخروج بعض القوى التي كانت ذات نفوذ كبير هناك لعقود مثل فرنسا ودخول قوى جديدة مثل روسيا عبر قوات فاغنر. ومن الواضح أن الاضطرابات الأمنية التي شهدتها بعض الدول كليبيا ودول الساحل الإفريقي هي من فتحت المجال لهذه التحولات الكبيرة في المشهد الإفريقي. ولكن مع عودة ترامب إلى الرئاسة الأمريكية، هل سيقلب الرجل شكل التنافس الدولي على القارة لصالح بلاده؟ التحولات في موازين القوى في العديد من دول القارة الأفريقية وخاصة دول الساحل جعلت الأوضاع هناك رهينة بسياسات القوى المتواجدة على الأرض، سواء كانت من الناحية الأمنية أو الاقتصادية أو السياسية. ولعل أبرز التحولات التي من الممكن أن ترخي بظلالها على المشهد في القارة الأفريقية هو عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة الأمريكية التي أثارت جدلاً في العديد من الدول، بين مستبشر بتحسن الأحوال وبين متشائم يخشى من سياسة ترامب التي يصفها كثيرون بأنها مليئة بالمفاجآت. يأتي فوز ترامب في وقت تعاني فيه العلاقات بين أمريكا وأفريقيا من تصدعات كبيرة انتهت بضعف النفوذ في القارة حتى وصل إلى حد خروج كامل من بعض دول غرب أفريقيا والتوجه إلى المنافس التقليدي للولايات المتحدة روسيا والصين. وبالنظر إلى هذه الأوضاع القائمة في إفريقيا، فإن من المرجح لجوء ترامب لدفع الملفات الحقوقية إلى الخلف سعياً لاكتساب المزيد من زعماء القارة إلى جانبه. مراقبون أشاروا إلى أنه مهما تعددت الانعكاسات السلبية لسياسات تلك القوى على الاقتصاد، إلا أن المعركة من أجل النفوذ في إفريقيا وحقوق استخراج المعادن والتوسع لتحقيق المصالح سوف تستمر. وإذا كانت هناك حافز واحد لترامب للانسحاب بشكل أقل والتعاون بشكل أكبر مع أفريقيا، فهو القوة الصاعدة للصين وروسيا، وسيكون الفائزون الأفارقة هم الذين يلعبون بشكل عملي على وتر سياسة ترامب ومكانته التي نصبت نفسها كصانعة للصفقات. وفي ظل ذلك باتت بعض المخاوف الأفريقية تتجسد حول شعار ترامب أمريكا أولاً، من أن يكون له تأثيرات مختلطة على الاقتصادات الأفريقية، ومن المرجح أن تعطي إدارته الأولوية لاتفاقيات التجارة الثنائية على الاتفاقيات المتعددة الأطراف والتي قد تفيد بعض البلدان الأفريقية الغنية بالموارد ولكنها تضر بالاقتصادات الأصغر.
وفي هذا الصدد ينضم إلينا من لندن الكاتب والأكاديمي أحمد معيوف، وأيضا من القاهرة نور الدين محمد السيد مختص في الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية، ومن كندا تحديدا من مونتريال ينضم إلينا الدكتور نزيه الخياط باحث في الشؤون الجيوسياسية والتنمية. أهلا بكم جميعا ضيوفي على شاشة اليوم وفي برنامج قضايا إفريقية. لن أتحدث كثيرا في حضرة أصحاب الاختصاص أمثالكم، سنبدأ من عند حضرتك سيد أحمد ضيفي من لندن. ماذا يعني عودة ترامب للقارة بعد فوزه في الانتخابات؟ يعني ماذا يعني فوزه بالنسبة للقارة الإفريقية؟ تحياتي لك ولضيفين الكريمين وللمشاهدين. أهلا بك دوما. هو الحقيقة شخصية ترامب كشخص مقارنة بباقي الرؤساء الأمريكان، لكن في تقديري أن أمريكا واحدة باختلاف من يأتي على سجتها. بس إذا كان تكلمنا سيد أحمد، يبدو أنه نعاني من مشكلة في الصوت معك، الصوت يصلنا بشكل متقطع و هناك صدى للصوت. سيد أحمد، ريثما يتم معالجة المشكلة التقنية هذا ننتقل إليك سيد نور الدين ضيفي من القاهرة. إذن اليوم نفس السؤال، فوز ترامب في الرئاسة الأمريكية ماذا يعني لإفريقيا؟ تفضل. كل التحية والتقدير لسيادتكم وللسادة الزملاء. نود أن نذكر سيادتكم أن مع انتهاء فترة ترامب الماضية قبل ولاية بايدن، كانت هناك عدة تصريحات تتسم بنوع من أنواع العنصرية تجاه أفريقيا والعديد من الدول الأفريقية نظرا للأحداث المتتالية التي حدثت على مستوى المنطقة قبل انتهاء ولاية ترامب الماضية. وخلال فترة بايدن وما حدثت من توابع لتلك السياسات التي قامت بها أمريكا في المنطقة وفي العالم أجمع من التعاطي مع الملف الحرب الروسية والأوكرانية وملف أيضا الوضع في ليبيا والوضع في مالي والوضع في أوغندا والوضع في السودان والوضع في العلاقات بين مصر وأثيوبيا والوضع أيضا في المنطقة في الشرق الأوسط من توتر بين كل من إسرائيل وإيران والحرب الإسرائيلية الفلسطينية والحرب مع لبنان. كل تلك الأمور من تشابكات في المنطقة جعل من صعوبة التعامل والتعاطي مع الملف الأفريقي لدى ترامب أمر حتمي وأكيد. ترامب صرح لأكثر من مرة وعدة مرات أنه هدفه الرئيسي في ولايته هو وجود سياسات إصلاحية واستقطابية للشعب والمواطن الأمريكي، وأنه سوف يتجه بشكل كبير إلى محاولة منع أي سلوكيات تضر المواطن الأمريكي من معالجة التضخم ومعالجة الهجرة غير الشرعية. ولكن إذا كنا نقول أن في جعبته بعض السياسات تجاه المربع الأفريقي، فستكون تلك السياسات بالتأكيد وحتما سياسات سلبية بالأساس نظرا لتوغل وتزايد حجم النفوذ الصيني والروسي وأيضا مؤخرا التركي في الشمال الأفريقي، لو كنا نتحدث على مستوى الوضع في ليبيا، كما أن توغل أيضا قوات فاغنر داخل مالي وحدوث عدة أحداث في ذلك الأمر مع حدوث عدة انقلابات في كل من أوغندا والجابون. كل تلك التوترات باتت بشكل كبير جدا أن مجرد محاولة معالجة تلك الأمور يحتاج أكثر من ولاية وليست ولاية واحدة. فتلك ما تسمى أن هناك توابع لسياسات بايدن التي اتسمت بنوع من أنواع الإهمال داخل الملف الأفريقي. فلا أعتقد أن بعض السياسات قد تكون الغرض منها إصلاحي، بل قد تكون بشكل كبير جدا نحن متواجدون في أفريقيا، وقد تكون هناك سياسات سلبية بإلغاء بعض القرارات الخاصة بالمساعدات الاقتصادية للنظم أو الدول
المتشابكه بعلاقاتها والمتزنه بعلاقاتها مع امريكا، وهذا ما استبعده بشكل كبير. فهناك اولويات اخرى على ملف السياسه الخارجيه قد تلقي بظلالها بانها ستتسم بالنجاح، لان المشهد في افريقيا اصبح اكثر تعقيدا ويهدد اي قيادي على مستوى العالم بانه قد يبوء بالفشل لما زادت حده التوترات في تلك المنطقه خلال في فتره بايدن تحديدا. نعم، سنعود اليك دكتور نور الدين، لكن ايضا دعنا نستقبل الدكتور نزيه لينضم إلينا في هذا النقاش. أهلا بك مجددا دكتور نزيه على شاشة اليوم. إذا هل تتفق أهلا بك دوما، هل تتفق فيما قاله السيد نور الدين بأن سياسة ترامب ستكون كما كانت في ولايته الأولى، هي سياسة سلبية تجاه القارة الإفريقية؟ تحياتي لك ولضيوفك الكرام وللمشاهدين أجمعين. يعني أحاول أن يجب أن نقرأ المشهد العلاقات الأمريكية الإفريقية على ضوء ما تقدم به وما سلكه ترامب الأول إذا صح التعبير، الذي اعتمد سياسة شعبوية بكل ما للكلمة من معنى، وكما أشار ضيفك الكريم أن ترامب سعى لإدارة وتطوير عجلة الاقتصاد بعد أن تراجع وعملية التضخم كانت مرتفعة، خاصة أنه ورث واقعا جيو اقتصادي وجيو سياسي بعد كوفيد وبعد أزمات في العلاقات الدولية بين الصين والولايات المتحدة والاتحاد الروسي. فبايدن لأنه اتبع هذه السياسة أمريكا أولا هو شعار، وهذا يصلح لكل المراحل، ولكن الاهتمامات الأساسية كانت في الداخل الأمريكي، وحقق إنجازات اقتصادية، حاول أن يعطل بعض إنجازات أوباما عن طريق أوباما كير للصحة، ولكن الطبقة الوسطى في الولايات المتحدة كانت ضاغطة، أجرى بعض التعديلات، ولكن بالنهاية سلك سلوك التركيز على الجبهة الداخلية، لأنه وضع نصب أعينه التمديد لولاية ثانية. صحيح أن الولاية الثانية لم يوفق بها، وفاز الديمقراطيون في الانتخابات مع بايدن، ولكن أنا بتقديري بايدن في الولاية الأولى سيكون مختلفا عن الولاية الثانية. التحديات كبيرة تواجه، نحن صحيح أن رئيس الولايات المتحدة يملك صلاحيات واسعة، ولكن أيضا علينا أن نركز أن إدارة المصالح الأمن القومي الأمريكي، الدولة العميقة في أمريكا هي التي تحدد مسارات وخيارات رئيس الجمهورية، لأنهم يملكون من وسائل الضغط الداخلي على رئيس الجمهورية وعلى الكونغرس ما يمكنهم من وضع حد لأي قرار يمكن أن يهدد المصالح القومية للولايات المتحدة. أما بالنسبة لإفريقيا فكان هناك إهمال، الإهمال من مرحلة ترامب الأولى، ثم الإهمال مع بايدن الذي ركز كل جهوده على التوترات الجيوسياسية في أوروبا، ولاحظنا أن التركيز على أوكرانيا ومواجهة الروس في مرحلة حاول أن يخفف التناقض والصدام مع الصين، لأنه لا يريد أن يدفع بالصين للتحالف الكلي مع روسيا في معركتها في وسط أوروبا مع أوكرانيا. خلال هذه الفترة
الزمنية بين الولايتين، ما بين ولاية ترامب وولاية بايدن، شهدت أفريقيا تحولات مهمة على المستوى الجيوسياسي والجيواقتصادي، أدت إلى تقريبا خروج نهائي أو شبه نهائي للدولة الأساسية في أفريقيا التي كانت زعيمة المجموعة الدول الفرنكوفونية ألا وهي فرنسا. وهذا التحول في التركيبة السياسية وفي التوجهات وخيارات الدول الأفريقية التي انقلبت على الموقف الأمريكي لم يلاقي تنديدا من أو تحفظا من قبل الولايات المتحدة، لا بل هناك من يشير وبعض التقارير أشارت إلى وجود بصمات خفية للولايات المتحدة لعبت دورا في تعزيز هذه التحولات. وهنا يجب أن أشير إلى دولة مهمة في أفريقيا ألا وهي المغرب، التي تلعب دورا بصمت، دورا بديلا، وهي تحاول أن ترس مراكز النفوذ الفرنسي في دول أفريقيا الفرنكوفونية، ونجحت في خطوات عديدة من ترسيخ وجودها خاصة على المستوى القطاع المصرفي وعلى المستوى التصنيع والحرفيات التي كانت مدعومة، وهذا المسار المغربي مدعوما من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، لأن المغرب كانت علاقاتها مؤخرا في السنوات العشر الماضية باردة وازدادت برودتها مع ماكرون. نعم دكتور نزيه، دعنا ننتقل إلى سيد أحمد ضيفي من لندن. سيد أحمد تسمعني الآن جيدا؟ سيد أحمد هل تسمعني؟ تمام. نعم أهلا بك مجددا على شاشة اليوم سيد أحمد، نعتذر عن المشكلة التقنية التي حصلت. إذا سيد نور الدين رأى بأنه سياسة ترامب تجاه أفريقيا ستكون سلبية. دكتور نزيه قال بأنه ترامب في ولايته الثانية لن يكون كما ترامب الأول على حد وصفه. إذا أنت كيف ترى المشهد سيد أحمد؟ ما هي الفرص التي قد تحصل عليها القارة الأفريقية في عهدة ترامب الثانية؟ نعم تحياتي مرة أخرى للجميع وللمشاهدين. أهلا بك دوما. زي ما أشرت في بداية كلمتي قبل كانت واضحة، أني أرى أن الرئيس الأمريكي شيء وأمريكا شيء آخر، والسيد الدكتور نزيه أشار إلى المؤسسات العميقة في المتجدرة في السياسة الأمريكية والتي ترسم السياسة الخارجية تحديداً بدقة، وهذه السياسة رأيناها يعني منذ كيسنجر للثاني لغاية حتى بلينكن في الأخير كتب مقالة لا أذكر بالضبط في أي جريدة أمريكية تحدث عن هذه السياسة. وهذه السياسة الحقيقة تشمل ثلاثة ركائز أساسية اللي هي وضع الشرق الأوسط، روسيا والصين، وبالتالي تغيب أفريقيا في هذه السياسات يعني من كيسنجر لبرجنسكي لبلينكن. فبالنسبة لأفريقيا لا ترى فيها، يعني بالنسبة لترامب تحديدا باعتبارها رجل بزنس وصفقات، يرى في أفريقيا أنها دولة تحتاج إلى المساعدات، يعني تتعايش على المساعدات الأجنبية. السياسة في أفريقيا تهتم بقضية رئيسية اللي هي قضية محاربة الإرهاب، ومحاربة الإرهاب تحديدا هو الإرهاب اللي يعتبروه إرهاب إسلامي، واللي طبعا بسببه تأسست الأفريكوم أو القوات الأمريكية الأفريقية اللي تهتم بهذا الملف، ولكن لن تقدم الكثير لأفريقيا. يعني لن نطمح بأن تساعدنا أن تضغط على أثيوبيا في ملف المياه، وبالتالي مصر لن تنتفع كثير من هذا الأمر. الصومال الآن محايدة باعتبار لم تعد نشطة في السابق في تهديد السياسات الأمريكية، وبالتالي لا أرى التأثير الكبير جدا لسياسة ترامب في أفريقيا في المرحلة القادمة، ولا الأمريكان أيضا.
إلا إذا كان صار تغيرات سياسية كبيرة في المنطقة تؤدي إلى تدخلهم. يعني إحنا شفناه مثلا في الملف الليبي، يعتبر واحد من الملف اللي يجب يقلق الحكومة الأمريكية بسبب تدخل روسيا واعتبار ليبيا معبر للدول الأفريقية. وفي هذا الملف لم يقدموا الكثير الحقيقة، فكأنهم هم أعطوا الضوء الأخضر لروسيا أن تدخل إلى أفريقيا عن طريق البوابة الليبية. نعم. نعم. طيب نعود إليك سيد نور الدين، إذا يعني ما الأسباب التي تجعل اليوم القارة الإفريقية غير مهمة بالنسبة لترامب؟ يعني اليوم نحن نعرف بأن القارة الإفريقية أصبحت يعني أصبح الكثير من الدول يتنافسون، يعني أصبح النفوذ الصيني مثلا والإيراني والروسي والتركي متزايد في هذه القارة الإفريقية بعكس النفوذ الأمريكي الذي تراجع خلال الفترة الماضية وفترة حكم بايدن عفوا. إذا ما هي الأسباب التي تجعل اليوم من أمريكا وتحديدا في فترة استلام ترامب لمقاليد الحكم، يعني لماذا لا يهتم بالقارة الإفريقية خاصة وأنها أيضا منبع للموارد النفطية والذهب واليورانيوم والكثير من المعادن الأخرى؟ تحتاج الولايات المتحدة أن تتعامل على مبدأ جديد، وهو محاولة الاهتمام بالملفات، أو هو بالتالي ما تحاول أن تفعله بالتحديد في ملف أو ملف السياسة الخارجية الخاص بها، هو الاهتمام بالقضايا الأساسية على المستوى الدولي وعدم الانجراف بشكل أو بآخر لما قد أستطيع أن أسميه بالوضع الاقتصادي أو السياسي، والجانب الجغرافي السياسي في أفريقيا بأنه موحول في الوقت الحالي، وهناك عدة تضارب مصالح ودخول فاعلون جدد على ذلك المستوى أو مستوى الدول الأفريقية، مما قد ينبئ بفشل ترامب إذا حاول التعاطي بشكل أو بآخر مع تلك الملفات بشكل حازم. ولكن دعيني أن أؤكد لك أنه سيحاول بقدر الإمكان أن يكون لديه ولوج بشكل أو بآخر تجاه الملفات الخاصة بمحاولة سيطرة داعش على نطق جغرافية أكثر، محاولة الوقوف على منع إمدادات السلاح أو الحد من إمدادات السلاح إلى تلك الجماعات المسلحة، وعدم تعاظم وجودها بشكل أكثر في أفريقيا. أريد أن يعني أن أثني على أيضا مداخلات الزملاء الذي تحدثت على شواهد الخاصة بخروج فرنسا من العباءة الأفريقية ودخول قوات فاغنر، وهي قوات يعني نستطيع أن نتسم أنها قوات عابرة للحدود، وما حدث مؤخرا في مالي من عدة احتكاكات بينها وبين مجموعة الطوارق، كل تلك تؤدي بنظر بأن الأوضاع الإقليمية داخل تحديدا القطر الأفريقي لا تبشر بأن لن تعطي وسام على الأقل لمن يحاول التدخل في تلك الأمور بنطاق أنه المنقذ أو المخلص، فذلك أمر مرفوض، فذلك أمر مرفوض تماما مع وجود تلك، أو أمر مستبعد عفوا مع وجود تلك التشابكات المعقدة في لمحاولة حلحلة تلك الأمور. ولكن ما سيهتم به ترامب على المستوى الأفريقي سيحاول التعاون مع ما نقول هي الدول الكبرى على ملفات محدودة بشكل سطحي، مثل ما نقول سواء إذا كانت مصر أو جنوب أفريقيا، لبعض وجود الملفات العالقة على المستوى الدولي، ناهيك عن أن المجتمع الدولي تحديدا فشل بشكل كبير على وجود حلول فعلية على في مستوى حل المشاكل والأزمات داخل أفريقيا. فبالتالي أعتقد أن الدور الأمريكي سيقتصر في محاولة وجود دور خلال السنوات القادمة
ولم يكن هناك تدخلا مباشرا بأي شكل من الأشكال حتى على مستوى الملفات المحورية والأساسية التي ذكرتها حضرتك، ملف سد النهضة وملف الآخر المتعلق بالأزمة في الصومال والملف المتعلق ترأس جنوب أفريقيا دعوة ضد إسرائيل. كل تلك الأمور أعتقد أن الولايات المتحدة حتى ستكون تفاعلاتها على مستوى سياسي خارجي سيكون بشكل بسيط وليس فاعل حقيقي يؤكد على وجوده كراسخ أساسي داخل التفاعلات بين الدول الأفريقية. نعم، ننتقل إليك دكتور نزيه. بالحديث عن دولة جنوب أفريقيا تحدث بها سيد نور الدين، اليوم العلاقة بين جنوب أفريقيا والولايات المتحدة كيف ستكون، خاصة أن هذه الدولة كانت سياستها صارمة تجاه إسرائيل في حرب غزة، وأيضا بما في ذلك دعوتها للرئيس الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المحكمة الجنائية الدولية. إذا اليوم هذه مع عودة ترامب للسلطة، هل سيكون هناك تصادم في العلاقة بين دولة جنوب أفريقيا والولايات المتحدة؟ يعني لا أعتقد أن ترامب سيدخل في جزئيات العلاقة الجيوسياسية الأفريقية، يعني مثل كما يقال أنه في شخص يفاوض بالجملة وأشخاص يفاوضون بالفرع. الولايات المتحدة تدرك تماما، وأنا لي قراءة حول الوجود الصيني والروسي، تدرك الولايات المتحدة وهي أجرت تحقيقات معمقة أن التجربة الصينية في إفريقيا لم تكن مشجعة من خلال مشاريع التنموية وبناء الطرقات الأوتوسترادات والمشاريع التنموية الزراعية، لأن الصيني بطبيعة الحال واستراتيجية الاقتصادية الصينية لم تتمكن من أن تفيد سكان المناطق أو سكان الدول التي أن تفيد مباشرة، لأن طبيعة التعهدات التي تقوم بها الصين هي أن تأتي بمئات الآلاف من العمال الصينيين وينفذون مشاريعهم، وبالتالي اليد العاملة الأفريقية لم تستفد إلا بالجزء اليسير جدا من هذه المشاريع، وهي ليست مجانية بل هي راكمت ديون على أمل أن يتم تسديدها، وهي لابد أيضا صدمت بأن الدول التي تمكنت من تنفيذ مشاريع تنموية في دول أفريقية وقعت بعجز مستدام، لم تتمكن حتى الصين من أن تحصل على الفوائد المبالغ التي وظفتها. أما بالنسبة للدخول الروسي أو الحضور الروسي في أفريقيا فهو حضور عسكري، يعني عندما ندرك بأن حجم الاقتصاد الروسي على مساحة باعتباره أكبر مساحة في العالم كدولة وطنية، فحجم الاقتصاد يوازي حجم اقتصاد إيطاليا أو ولاية وسطى من الولايات المتحدة الأمريكية، فبالتالي وكما أشار ضيفك الكريم أن قاعدة العلاقة الأفريقية الولايات المتحدة مع أفريقيا قائمة على المعونات الاقتصادية والإغاثية نتيجة الحروب الأهلية والنزاعات القبلية، يعني حتى الانقلابات التي تحصل هي نتيجة صراعات تفكك التحالفات القبلية. وأنت تتوقع دكتور نزيه أن يكون يعني الاقتصاد الأفريقي في عهدة ترامب يعني مزدهرا، يعني تدخل أفريقيا في عصر من الشراكات الاقتصادية والتنموية الجيدة والمفيدة يعني مع هناك دولة الولايات المتحدة؟ هناك دولة وحيدة حققت إنجازا مهما في أفريقيا، وهذا يعود إلى أن النخب ألا وهي رواندا. رواندا بعد أن حصل فيها مجازر فعلا مجازر حقيقية ذهب ضحيتها أكثر من 1.5 مليون بين التوتسي والهيتو، أتى من قائد وزعيم رئيس الجمهورية وجمع النخب الرواندية واستطاع أن ينهض بهذه الدولة من الرومات مثل طائر الفينيق،
فبالتالي وأصبحت رواندا رغم محدودية قدراتها ومواردها استطاعت أن تتبوأ المرتبة الأولى من الاقتصاد الإفريقي لجهة النمو وموضوع مكافحة التضخم ومستوى المعيشة، وأصبحت جاذبة للرساميل الأجنبية. ولكن هذا النموذج استطاع النخب أن تحل المشاكل والنزاعات الداخلية وأن يحارب الفساد. عندما تسلم السلطة في رواندا لا يخطر عن بالي الرئيس الحالي، ولكن حل الجهاز الوزاري من جميع الموظفين، ثم أعاد استثمار الأدمغة والكوادر الرواندية من أوروبا ومن أمريكا، وساهم في بناء الدولة الحديثة. هذا ولكن هل تستطيع باقي الدول أن تحذو حذو رواندا؟ يعني رواندا فرضت على الدول الكبرى وعلى الدول الغنية بأن تأتي باستثماراتها. فإذا الموضوع لا يتعلق فقط بإرادة الدول الكبرى، إذا لم تتوفر الإرادة الوطنية الداخلية لدى كل دولة وخاصة النخب السياسية والأكاديمية، فعوضا من أن يكونوا مطبلين للسلطان ويتحولون إلى شعراء للسلاطين كما هو حاصل في غالبية الدول النامية وفي دولنا العربية، يجب إعادة إنتاج العقل النقدي والفكر النقدي للإصلاح. طبعا هذا شق نظري وأكاديمي لا أريد البحث فيه، ولكن بالنسبة لترامب أنا برأيي لن يتحرك في الساحة الأفريقية. هو يدرك أنهم بالنهاية الجميع بحاجة إلى قدرات الولايات المتحدة. الولايات المتحدة تدعم المغرب في سياستها احتواء ووراثة الدول الفرنكوفونية لوراثة فرنسا بالتنسيق مع أمريكا. نعم دكتور نزي، أعذرني على المقاطعة، دعنا نعود مرة أخرى إلى السيد أحمد ضيفة من لندن. سيد أحمد، على ما أعتقد أنت من ليبيا، إذا لم تخني الذاكرة فحضرتك من ليبيا. بالنسبة للأزمة اليوم القائمة في ليبيا والانقسام الحاصل، يعني حكومة في الشرق حكومة في الغرب، هناك توغل تركي في الغرب وتوغل روسي في الشرق، بين كل هذا اليوم برأيك بعد فوز ترامب هل سيكون هناك انسحاب أمريكي أكبر من الملف الليبي، أم على العكس يمكن أن نشاهد حل لهذه الأزمة؟ أنا استبعد الحل واتفق مع الدكتور نزيه في أن الحل الداخلي، بنية المجتمع الداخلي هي الأهم في هذه القضايا. لكن الحقيقة لو تكلمت على قضية ليبيا أو قضية الدول العربية بمجملها وخاصة بعد ثورة الربيع، أرى أن الانهيار الذي حدث في هذه الدول سببها الدول العربية أكثر من غيرها. يعني ما تم تدخل السلبي للدول العربية في ملفات الأزمات اللي حدثت في المنطقة معروفة للجميع يعني، وهذا السبب اللي عطل عملية الانتقال الديمقراطي زي ما صار في رواندا كما تفضل ضيفك. يعني الإمكانيات مش اليوم سمعت لقاء جيد مع الدكتور حمدين صباحي يتكلم عن الأزمة في مصر ويرجع أسباب الأزمة أو تخلف أو تقهقر الدور المصري لأسباب عديدة. يعني سببها طبعا القبضة الأمنية، استمرار الاستبداد الغير مسبوق في مصر، يعني ما يحدث في مصر الآن أسوأ مما كان عليه في السابق، وبالتالي مصر فقدت دورها الإقليمي والدور اللي لعبته مثلا على المستوى الليبي. فمثلا كان في ليبيا وتوسيع عمق الخلاف، هذا لم تكن لأمريكا دور فيه ولا للغرب دور فيه. التدخل الروسي والدعم العربي للحرب في ليبيا خلى تركيا تجد طريق مفتوح أن تتدخل في ليبيا وتصبح قوة ضاغطة مقابل القوة الروسية. إذن نحن لا نشكو من التدخل الأمريكي والتدخل الغربي بقدر ما نشكو من تخلف البنية العربية، تخلف الأنظمة العربية، استمرار وتعايش الاستبداد في منطقتنا سبب هذه الأزمة. لو تخلصنا من هذا الأمر لكنا في وضع أكثر أفضل بكثير جدا. وأنا الحقيقة اليوم أتمن على كلمة السيدة حمدين صباحي لأن استطاع
أن يكون طبيب لتشريح الأزمة في مصر، وهي لا تختلف عن أزمة ضحك المنطقة. وبالتالي أعود وأقول بأن وجود ترامب بن غيره لن يغير الكثير من المنطقة إلا بما تريده الإرادة الوطنية. غياب الإرادة الوطنية أو تغول الحب السلطة شهوة السلطة على القيمين على السياسة في دولنا هي التي سمحت بأن يكون الوضع متردي، ولم تسمح في إنتاج حالة ممكن أن ترفع من قيمة شعوبنا وترقب بها وتواجه حتى التحديات الأجنبية. أنا لا أقول أن التحديات الأجنبية ستختفي، التحديات دائما موجودة، لكن أن تكون هذه التحديات تغذي من دول المنطقة، دول الجوار ودول الإقليمية، فهذا هي الطمة الكبرى، لأن هذا يؤثر على أداء كل الدول اللي موجودة في المنطقة، وهذا لن يكون لترامب تلك اليد الطولة فيه، يعني لن يقوم بتغيير خارطة المنطقة بالشكل الذي يخدم دولها، ولا أعتقد أنه سيقوم. يتركز في ثلاث ملفات كما أشرت في بداية حديثي: ملف الشرق الأوسط ودعم وتمكين إسرائيل من المنطقة، وهذا نجح فيه بامتياز، ملف روسيا والحرب الأوكرانية، وملف الاقتصاد الصيني. والصين حقيقة تستطيع أن تتلاعب في هذا الأمر لأنها دولة بنت نفسها وتقف على رجليها تماما. ننتقل إليك سيد نور الدين. سيد نور الدين، أشرت في معرض حديثك بأنه المجتمع الدولي فشل في إيجاد حل لجميع الأزمات اليوم الموجودة في الدول الإفريقية. لنركز الآن معك على الملف السوداني، يعني هناك حرب قائمة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أكثر من عام. طبعا هذا الملف كان غائب على أجندة المجتمع الدولي بأكمله، كون هو كان مهتم بالحرب في غزة، مهتم بالحرب الروسية الأوكرانية وما إلى ذلك. هذا الملف صراحة كان غائب خلال العام الماضي. اليوم برأيك هل ترامب سينجح في إخماد النيران السودانية، كونه في حملته الانتخابية أيضا وعد الناخب الأمريكي بأنه سيخمد جميع الحروب على وجه العالم؟ دعيني أؤكد على كلام حضرتك، يعني أن طبعا سيحاول ترامب بشكل أو بآخر أن يكون له دور في المنطقة، ولكن أريد أن أرجع إلى حديث السيد الأخير من أستاذ أحمد معيوف بذكره أن دور مصر في المنطقة لها دور محوري، وأن هناك غياب على مستوى الملفات الإقليمية. فأنا أذكر حاجة، أن أولا السيد حمدين صباحي مع كامل الاحترام له ليس دكتور تشريح لدى السياسة في مصر، وأن هناك كوادر أخرى هي من تدير السياسة في مصر وتديرها بحكمة. مصر تحاول بشكل أو بآخر مع كافة الدول والأقطار المجاورة لها ودول الجوار أن يكون لها دور حكيم وتراعي الأنظمة السياسية العربية بدون محاولة أن تتدخل في النسيج الوطني لدى الشعوب المحيطة بها. قامت ليبيا والشعب الليبي بثورة على القذافي، وتم اغتيال القذافي ورحل القذافي، ومنذ تلك اللحظة حدث غياب لدور الدولة وغياب لدور المشرع تحت اسم الاستبداد وتحت اسم العديد من الشعارات الرنانة التي نقول أنها شعارات أصبحت إعلامية. نفس الشيء، حدثت ثورة في السودان وأدت إلى ما نحن عليه الآن، حدثت ثورة في اليمن، حدثت ثورة في سوريا. الأوضاع كلها على المستوى الإقليمي في كل الدول التي لم تلتزم بشكل أو بآخر بوجود نظم واضحة تحاول أن تراعي حقوق المواطنين وأن تحافظ على مقدرات الشعوب دون أن يتم التوغل بها من خلال أجندات خارجية وأجندات من خلال أجهزة استخبارات خارجية، وهي معلومة بشكل أو بآخر ليست بخفاء عن أحد السياسيين. وأعتقد أن احنا نتحدث مع كوادر على المستوى الأول. مصر لا تعاني من أي نوع من أنواع الاستبداد، وأنا شاب وكنت مشارك في ثورة 25 يناير وكنت مشاركا في ثورة 30 يونيو، وأرى أن دور مصر على المستوى المنطقة منذ سنوات وتحاول بشكل أو بآخر أن تعطي النصيحة
الطيبة دون أن تؤثر على النسيج الوطني لدى الشعوب المحيطة، لا سيما الشعب السوداني. فتدخل مصر كان في كل الملفات أو في شتى الملفات كان تدخل مؤخرا، لم تحاول بشكل أو بآخر أن تغير أسلوب اللعبة أو مقاليد اللعبة أو تأتي على طرف تجاه آخر منذ بدء الحرب. مثلا لو نقول الحرب على مستوى الطرفين بين كل من حميتي أو الجيش السوداني، فكان التدخل على مستوى مؤخر بعد أن ظهر بشكل أو بآخر أن الشعب السوداني لديه رغبة ورغبة ملحة في أن يستمر في إطار النسيج الوطني. وهذا مصر لا تحاول أن تكون إضافة على أي معادلة من المعادلات. وكان لديها مبادرات كثيرة لحل الأزمة في السودان وإيقاف الحرب، لكن لم تنجح هذه المبادرات سيد نور الدين. مصر يوميا تحاول بشكل أو بآخر حلحلة كافة الملفات على مستوى المنطقة وما تعانيه. إن كانت مصر خلال تلك الفترة تعاني من تصدع شديد بسبب عدة تضارب الملفات، محاولة بشكل أو بآخر أن تلأم الجرح العربي وأن يكون لديها مسؤولية على المستوى الإقليمي تجاه أخوانها العرب، وعلى أن تقوم بدور آخر على المستوى الإفريقي، ومؤخرا دور على مستوى عالمي وما تعانيه من 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 مشاكل كتير جدا على كل من البحر الأحمر والبحر الأبيض ووجود ممر مائي عالمي استطاعت أن تخسر منه عديدا من السفن التي تعبر من خلالها، مما أثر على الاقتصاد الخاص بها. مصر لديها تطلعات، مصر لديها رغبة وحب وإخلاص كبير تجاه المواطن الليبي، تجاه المواطن السوداني، تجاه المواطن السوري، تجاه المواطن اليمني. مصر تتحدث بالروح وبقلب تجاه كافة المواطنين العرب، فأحب أن أذكر ذلك. كما أريد أن أقول أو أرجع إلى موضوعنا الأساسي، عندما تحاول القوى العظمى بشكل أو بآخر، سواء إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية أو روسيا أو الصين أو المجتمع الدولي الكبير، أن يقوم بتخطي بعض الأمور المعرقلة والأكثر تعقيدا في المنطقة، فلديها بوابة حكيمة تسمى مصر. وهذا لا يعني طيب سيد نور الدين، أعذرني على المقاطعة، لكن الوقت المتبقي للبرنامج لم يبقى غير دقيقتين، أريد أن أعطيها للدكتور نزيه حتى أكون عادلة في توزيع الأسئلة والوقت. دكتور نزيه، ذكرت بأنه ترامب لن يتحرك تجاه الساحة الإفريقية، إذن اليوم ما الواجب أو ما الذي يتعين على أفريقيا لتقوم به حتى تقنع ترامب بنفسها ويكون هناك مصالح مشتركة وتنمية وازدهار واقتصاد وما إلى ذلك؟ تفضل الدكتور نزيه. أولا، الدول الأفريقية بمغالبيتها تحتاج إلى إعادة تجديد بنيتها وهيكليتها، وخاصة تحت عنوان فعلا المحاربة الفعلية للفساد والصفقات والرشاوي غير المسبوقة. فهذا لا يشكل أرض خصبة جاذب للاستثمارات التي تسمح بأن تحقق نموا وتوظيفات لدى مجتمعاتها. وبالتالي طالما أن عملية عدم الاستقرار في بنية كل دولة أفريقية أو بغالبيتها العظمى، فحتى الدول الكبرى الأفريقية المستقرة والتي لها سياسة واقعية وعلى مسافة واحدة من جميع الأطراف المتنازعين، لا يمكنهم أن ينقذوها لا من براثن الفساد ولا من براثن الحروب الأهلية والقبلية كما هو حاصل اليوم في السودان. يعني وهنا أنا لابد من أن أقول، يعني أنا أشاطر الأخ من مصر الدكتور بأن مصر حقيقة قد يجب أن نميز بين موضوع مصر النظام السياسي وكل شخص له نظرة لهذا النظام، ومصر الدولة العميقة. المستهدفة حاليا أختي الكريمة هي مصر الدولة العميقة من خلال استهداف النظام السياسي القائم. النظام السياسي بالممارسة، وأنا لا أريد أن أدافع ولكن أنا أحاول أن أكون موضوعيا، بأن الحجر الأساسي اليوم للأمن القومي العربي
رغم كل الملاحظات التي نسمعها في المنطقة بالنسبة للوضع في مصر السياسي والقمع، أنا أريد تعريف القمع ما هو. فالولايات المتحدة تمارس القمع، مارس القمع ضد الطلاب الذين دعموا القضية الفلسطينية. في فرنسا إذا رفع العلم الفلسطيني يحول إلى المحاكمة وهي دولة ديمقراطية. اعتقالات تتم في ألمانيا بالأمس وقمع بالقوة، كل مجموعة تحاول أن تعبر عن رأيها. فإذا تعريف القمع والترهيب السياسي له تبعا لمعايير ما. نعم. لذلك أنا أقول ليس لدينا إلا مصر كحجر زاوية أساسية في ما تبقى من النظام العربي كدولة وطنية بالتحالف وبالتنسيق مع. نعم دكتور نزيه، الوقت المخصص للبرنامج انتهى. نتمنى كل الخير للقارة الإفريقية وأن تنتهي جميع الحروب سواء في غزة وفي الجنوب اللبناني وفي أوكرانيا وفي السودان كما وعد ترامب، إذا كان ذلك صحيحا. نتمنى أن تكون مصلحة الشعوب فوق المصالح الشخصية وفوق الصفقات الدولية السياسية دوما. أشكرك جزيل الشكر من كندا، تحديدا من مونتريال، الدكتور نزيه الخياط، باحث في الشؤون الجيوسياسية والتنمية. وأيضا من القاهرة السيد نور الدين محمد السيد، مختص في الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية. ومن لندن أيضا أشكر ضيفي الكاتب والأكاديمي أحمد معيوف، جزيل الشكر على مجمل إيضاحاتكم وطيب مداخلاتكم، والشكر موصول لكم مشاهدين أيضا أينما كنتم. إلى اللقاء.